أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السادة وسيدات الحضور، نشكر لكم تواجدكم اليوم في منتدى مستقبل العقار، المنصة التي نتشارك بها بما يخص جميع مجالات العقار موجودة لدينا اليوم. الحمد لله مستقبل واعد. في خضم النقلة النوعية التي تمر بها مملكتنا الغالية، نتطلع للقطاع العقاري لمواكبة كل النجاحات على جميع الأصعدة. بهذه المشاريع التحولية منبثقة من رؤية قيادتنا الحكيمة، نسعى بالشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار لتحسين ملامح القطاع العقاري عبر صناعة التغيير في هذا الرافد الاقتصادي الواعد. القطاع العقاري اقتصادياً اليوم يمثل ما لا يقل عن 750 مليار ريال سعودي، نسبة القروض التي اعتمدت من خلال عام 2018 إلى عام 2023. هل هذه الأرقام ما نربو إليه لأن تكون وصلت إلى مرحلة النضج؟ نتطلع لأكبر من ذلك. 1 مليون إلى 1.5 مليون وحدة عقارية سيتم بناؤها بحلول عام 2030 بإذن الله. 70% نسبة تملك نتطلع إليها من خلال رؤيتنا الغالية التي نحاول أن نحققها في مملكتنا العزيزة. 1.2 مليار متر مربع مساحات مبنية نتمنى الوصول لها. خطط رائعة، وإن تحدثنا عن هذه الخطط فهي مشاريع ضخمة تتطلب جهد وتتطلب استثمارات من جميع الجهات. لدينا ما نتحدث عن في عام 2023، نسبة الفائدة كانت مرتفعة مما أثر سلباً على القروض العقارية، ولكن هذا الأمر لم يوقف الصفقات العقارية، حيث قد وصلنا إلى ما يربو إلى 179 ألف صفقة عقارية في عام 2023. ما زالت أرقام لا تعطينا الطموح الذي نصل إليه في رؤية مملكتنا الغالية لهذا القطاع خصوصاً. قيمة الصفقات قد تفوق أو تصل إلى 200 مليار ريال سعودي، أرقام كبيرة وضخمة، ولكن نتطلع للأعلى بإذن الله. وعطفاً على ما ذكر آنفاً اقتصادياً، مع الخطط المستقبلية للمشاريع الضخمة في المملكة مثل نيوم، المربع، البحر الأحمر، هناك توسع وتعزيز للاستثمار الأجنبي سنربو إليه بإذن الله في القريب العاجل. يسعى السجل العقاري لتحول القطاع بشكل يواكب النهضة التقنية بوطننا حالياً ومستقبلياً على أساس 3 مرتكزات، وهذه المرتكزات وجدت لتخدم وطن بمساحة تفوق 2.2 مليون كيلو متر مربع وما يربو إلى 8 مليون قطعة عقار للمملكة، ببناء منظومة متكاملة مرتكزاتها 3: التمكين والاستدامة والازدهار. حيث يتجلى التمكين في الرقمنة الشاملة لمنصات موحدة وتوظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والمسح الجيومكاني وتحسين جودة البيانات، وبالعامية بيقول تحسين جودة البيانات، حيث هذه لها أهمية ضخمة في مسألة اتخاذ القرار الاستثماري. لابد أن تكون ذات نوعية وذات قيمة مضافة، وتحليل احتياجات الشركاء، وهو ما قامت به الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار في بداية عام 2023 بالشراكات الاستراتيجية في المنظومة العقارية من خلال قنوات التواصل المستمرة لفهم القطاع وفهم السوق واحتياجاته، بالإضافة لتبني كل تقنية مستحدثة من شأنها تحسين جودة حياة المستفيدين وتسهيل تعاملاتهم العقارية بإذن الله، وذلك لتحقيق التميز والارتقاء في الأداء الحكومي والأداء القطاع الخاص، بما يحقق أهداف استراتيجية رؤية 2030 إلى أن نصل لنسبة تملك مساكن تفوق 70% بإذن الله بانتهاء المرحلة الخاصة بهذه الرؤية اليوم. وبما يختص المرتكز الثاني، وهو من أهم المرتكزات للقطاع بحد ذاته، وهي الاستدامة. الاستدامة هي أساس كل دورة اقتصادية في أي موقع بالعالم، حيث توفير البنية التحتية متينة لقطاع وتعزيز الشفافية والموثوقية لتنمية الثروة العقارية هو مطلب أساسي لا نستطيع الاستغناء عنه. فمن خلال منتجات جديدة تعزز الناتج المحلي
وزيادة ضخ السيولة النقدية لقطاع مغري للاستثمار. سمعنا اليوم حقيقة لأصحاب المعالي والأرقام التي تتحدث فيها من خلال هيئة سوق المال، من خلال السياحة، من خلال وزارة العمل كذلك، ومن خلال وزارة العدل المحرك والداعم لنا في مسألة التسجيل العيني للعقار، مع دعم الهيئة العامة للعقار وهو المشرع الخاص في التسجيل العيني للعقار. ومن هذا المنطلق يسعى السجل العقاري إلى إعادة تحديث الخارطة العقارية بالكامل. نحن ننظر إلى إرث استمر إلى عشرات الأعوام، ومن تقنيات إلى تقنيات حتى وصلنا إلى هذا التطور الحالي الذي سنستفيد منه بإذن الله من التقنيات المعززة كتقنيات المسح الجيومكاني وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الخرائط الواقعة في الطبقة الجغرافية الخاصة بالعقارات الموجودة في المملكة العربية السعودية. ما هدفنا من هذا هو تعزيز دقة البيانات بشكل غير مسبوق، حيث الشفافية بالحقوق الخاصة بهذه العقارات من تحليل الواقع مقارنة بالمعتمد، وكذلك إثبات الحقوق وتقليص إشكالية الازدواجيات التي نواجهها في السوق العقاري، وتحديد الحدود العقارات ليس بوصفية إنما بإحداثيات لا يتنازع عليها، وأخيراً إطلاق الحجية المطلقة على هذه العقارات، مما يثني كذلك ويعزز دور الاستثمار الأجنبي، حيث أن أي استثمار أجنبي حتى وإن كان محلي بنفس الوقت هو يتطلع لحجية مطلقة، إلى عقار لا ينازع عليه، إلى عقار لا سيد فيه أي ازدواجية أو إشكاليات. فلذلك من مرتكزات استدامة القطاع العقاري كذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنيات العقار مثل البروبتك والفنتك للتمويل، في حين نحن نقوم بهذه التسهيلات وهذه الإجراءات التي تحث القطاع العقاري على العمل بشكل مستدام وبشكل أفضل، سنكون بوضع أفضل للنمو والارتقاء باقتصاد سعودي ينافس الدول العالمية ومصاف الدول العالمية بإذن الله. بهدف تسهيل هذه التعاملات بتبني أحدث التقنيات من مسألة البيانات الذكية ومسألة الجيوسبيشال سيرفيسز، هذه الخدمات اعتمدت في أحد مرتكزات الشركة لتكون هي أساس أركان عملنا في هذه الشركة والمنظومة التي أنشئت لخدمة التسجيل العيني للعقار وتعزيز دور المنتجات الحديثة. هناك أفكار كثيرة، هناك تعزيز لهذه الأدوار من خلال ورش العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وسترون نضج هذه الشركة بإذن الله بدعم من الهيئة العامة للعقار، كذلك في مسألة إنتاج شرائح جديدة من المنتجات التي تعزز دور السيولة النقدية في القطاع العقاري. لذلك استهل السجل العقاري رحلته مع القطاع ببناء البيئات التجريبية وما يطلق عليه بالساند بوكس، والتعاون لتحقيق مستهدفات النمو المطلوبة خلال الأعوام المقبلة بإذن الله، ما ينتج بيئة خصبة تفتح الآفاق للاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستثمار المحلي والإقليمي كذلك. ستكون المملكة بإذن الله هي العين التي يرى الجميع منها الاستثمار وتعزيز مدخولاتهم بإذن الله باستثمار أجنبي ومحلي وإقليمي رائع. مرتكزنا الأهم وهو ما نرمو أن نصل إليه جميعاً في هذا المنتدى، وهو الازدهار بمساهمة القطاع العقاري للناتج المحلي. كما تحدث معالي اليوم معالي أستاذ ماجد الحكيل، القطاع العقاري يشارك في الناتج المحلي الغير نفطي بنسبة تفوق 12%، وهذه النسبة ليست بقليلة. برنامج الإسكان بحد ذاته شارك بمبالغ تصل إلى أكثر من 157 مليار ريال سعودي كمشاركة الناتج المحلي. ماذا يعني هذا الكلام؟ وظائف إضافية، اقتصاد، تجارة، تطوير، فرص استثمارية رائعة، وجذب لرؤوس الأموال الأجنبية لوجود هذه الفرص في وطننا الغالي. ومن خلال تطوير الإجراءات والأنظمة والاستراتيجيات بما يتلائم مع حجم هذا القطاع والرؤية الطموحة التي نسعى لتحقيقها لجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة، وحتى نساهم في المنافسة على اجتذاب هذه الرؤوس الأموال الخاصة بالقطاع العقاري والاستثماري بما يربو إلى أكثر من 120 صناعة تشارك بها القطاع العقاري. كمثال عند بناء الفنادق، المستشفيات، القطاع الصحي، القطاع الهوسبيتاليتي اللي هو الفندقة والسياحة،
جميعها على أساس عقارات تبنى على صكوك تتطلب أن تكون ذو موثوقية وشفافية وحجية مطلقة. نحن نتحدث عن بعد خطى معدودة عن تحول القطاع العقاري بالكامل من خلال المرتكزات الثلاث، وهي التمكين والاستدامة والازدهار، حيث هذا الأمر لن يتم إلا من خلالكم كمشرعين ومشغلين ومطورين، حيث الشراكة هي أهم مرتكز للنجاح. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.